وسط تشجيع الانصار لنادي الاهلي وجمهور الاهلي هنا في استاد برج العرب في المدينه الساحليه الاسكندريه. يمشي علي معلول خطير والهدف الاول، الهدف الاول من اول دقيقه، هذا ما نبهت وهذا ما سبقت به، خطا فادح في دفاع النجم الساحلي وكره في مرمى الاتوال. 1-0 هدف مبكر. 30 فينال التوانسة 30 للاهلي المصاروة. درجة كرة خطيرة، كرة صعبة وكرة خطيرة والرأسية والهدف الثاني. الهدف الثاني وأول أهداف أزارو. الهدف الثاني للنادي الأهلي. شوف الكرة دفاع بعد 0-0 في القارة ضد مصر وفي 2007 الانتصار التاريخي في استاد القارة. والكرة من معلول والثالث. كرة من معلول والثالث من أزارو. مش ممكن. شوف الكرة نفس السيناريو. نفس السيناريو نفس السيناريو والتوسيعة والهدف الثالث. نفس السيناريو والهدف الثالث. ليتوال اليوم لعب تقريب 6 وكول ولا 7 وكول. الكرة وسط الميدان، يلعب الكرة عليه، عليه ممتاز معلول، وصل الكرة ملك الحلول معلول، والكرة خطيرة وفرصة والهدف الرابع. فرصة والهدف الرابع عن طريق هاتريك أتزارو. عن طريق ثلاثية أتزارو. هدف رابع ومباراة حقيقة للنسيان. 4-0 للنادي الاهلي في استاد دونور ملعب الشرف في محمد الخامس. هذه الوضعية الحالية والرأسية والهدف الأول. الهدف الأول للنجم الساحلي. الهدف الأول للنجم الساحلي. يا ريت جاء في 3-1. يا ريت جاء في 3-1. 4-1. هو المشكل الهجوم جاء بالمرتدات. يمشي سليمان، يهرب وليد سليمان، خطيره جدا من وليد، وليد وكره الحارس، كره الحارس ثم خطا وهدف خامس. لا مش ممكن عاد هذه الضحك، هذه الضحك عاد كل شيء ماشي مع الاهلي. مش ممكن ثم خطا من وليد سليمان يطيح ويحط الكره في الشبكه، يعني بخلاف خوف. كانديا وطنيه يلزم نستخلص هذه العبره من هذا الاخفاق. كرة خطيرة والهدف السادس. والهدف السادس عن طريق رامي ربيعة. هدف السادس عن طريق رامي ربيعة. هدف السادس لرامي ربيعة ومباراة تاريخية.